الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو عقيل الأنيقي وصحابي تطبعتني الرب من سلسلة الصحابة وكتاب في صور من حياة الصحابة شريح النقد بي حمزة عمر بن الخطاب بسحابي وحاء كيري. ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها. من كان أبو عقيلة إلهي إن بضم بوحو ويجيستي إنو جيتك ألا كد له وشهادة أهلو لا مكي دمنا أجاري. ولقد كان ما علمت من أخياري من أخيار أصحاب نبينا محمد إنت أن أجهنا في عمر الخطاب إنك متوكم دها ذات أبوه من أكسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كجرة يوغنا ولوانا أكسان هذانا سجارة أيوه حسي عمر الخطاب. تاريخ المركة دي الله أبنى استفحل أمر مسيلمة الكذاب واشتد وحعاد يلسي درابي مسيلمة الكذاب وانيكي نبي نمال الشيكتين مسيلمة بينالة أرنكيسي وكسي داري. فقد اجتمع له 40,000 من قومه بني حنيفة وحا أصى أروري وأيمي عيدا قاريا أفحتا كن وآه ريب بني حنيفة وترك وكسو الديداء وظاهرهم نحو من 20,000 من الأحلاف وحتقل أوسي درتا ومهدنا أصى قرمدي وتاكولي لباتن كن أوكين قلدي إذ بعيسانيل. فكان جيش أعظم جيش عرفته العرب حتى ذلك اليوم. عينك إصاب بعيسي المسلمة الكذاب أرقامين اليوم أوار الكوكا إسلامك يا مسلمين تروع عينك إقوينا أي عرب أي أركتي إلا وقتياس يعني تاريخ ذا أنت وقتيا أي سود التعيدا كفرق بضن وكل حاجة وكأرسا لمهين بذير. وكان في الوقت نفسه يزيد أضعافا مضاعفة على جيش خليفة المسلمين في بكر الصديق رضي الله عنه. إسلام كان مرك الله أكبر بديوه أما الله أكبر بديوه عينك المسلمين أودي أرسل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وإنه انتقال كلام طبعا وحل سبب بريك رمضان يعني أنت صدر بكل بلامية. لم يكن الخطر الداهم الذي حل بالمسلمين آنذاك مقصورا على مسيلمة الكذاب وجيشه اللجبي الموحد المتماسك، وإنما كان يبرز هذا الخطر أيضا في المرتدين الآخرين الذين كانوا في جملتهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله ولا ينارون في إقامة الصلاة غير أنهم كانوا يطالبون بأن يكف الخليفة عن مطالبتهم بإيتاء وبإيتاء زكاته. عليها خطرت مسلمين مالك عيستين يكسوا وجهنين ما هين مكليا خطر كرائمان يسا مسلمة الكذاب يعيدا كيساء عرم رمكا انتا لا اي سيستاء الصوب يرسده هو انتا لكن خطرت كرائم مسلمين تكب قيمة وحاين مدى كتي مد مرتدين تكالا واسكو دوضو بإسلام كوي رميسين كوانا طبعا وقالني وضو يعده إلهي رسول كي يومي قانا لكن كوهو حاجرة مرتدين لكن كركا هيستا الإيمان بالله واليوم الآخر إله والرميسين رسولك والرميسين صلاتي وديار حكي وديار لكن محل المريك كان زكري زكري دي دين دين كون هو part and parcel جزء لا يتجزأ ما كلا قاطمة يعني معقول ما هنا بعد أنه تم من قادنا تنائم القشر محل إله إساق أن أدخل في السلم كافة لقاها قا حراني أو قعمها قا حراني أو مسكحة لها حراني سؤال الله انتوا الإسلام كوضا قران لكن إنا أركانتي شرطة هاي أساس كأوهاي في هذا الدين إن وقفك انتوا يمالو معو القاتوية وكلا قوينية تنوي أنفعلات تنان ما أنفعلو أما آيات دانا قدام مكرنا حياة القويس كما داما أي حري لله لها لكن تن ما داما حكم إيو قصاص إي شقاق لها إنه هم استعمالي إنه هذا دين معه مارك مسلمين تو كبير ما خطرت إكبر قرية من يو مركع كريم إيمان إسا مسلمة الكذاب إن منك مرتدين تا مية مية في الدوري لكن واحد كلو كبر قوة قوة له مؤمن
المؤمنين بعد نعي شاگان اسلام كان ذكري ان بريكن اما مسلمة الكذاب ومن معه فكانوا ينكرون نبوة محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم اما يصير مسلمة يعد قضاء فيشم سب برير هاي بعد يستن ان الدفران والديلان نبي محمد من يمدش يوم مكان بريكن ويكفرون بالكتاب العزيز الذي انزله الله عليه وانا يكون قالوا بين كتاب كان الى سبحانه وتعالى اسود الجيل ويؤمنون بنبي يفتري على الله الكذب وحين الرميسين النبي إله يكون بين أبورته ومسيلمة نيجي أنا وعيلة اللي يقصد الجي والخابسات وخوزة نيكي أفريو ويقول أنا وعيلة اللي يقصد الجي فإذا قدر لهذه القوة الهائلة أن تنتصر فإن ذلك سيفضي إلى القضاء على الإسلام وأهله وألا يعبد الله في جزيرة العرب بعد ذلك اليوم خطرت مسلمين تكبر قناه محايته محايا لك إذا كان الصواب بهذه الصور ما الوضع سيئين يوم مركا عديستي إن غير كيدن إلهي رسول كيس عينا كان هدي ما أنت أي جوليستا ومسلمين تلاقي أتكاظ الله جاك عن أتكاظ تاو عكين دون تا إن إسلام ودان حتى لمرين ومسلمين ودان حتى لمرين كدبنا أي تماظه وحلقا بقاني الله إلهي بالعابوني في جزيرة العرب مركا بقلين تا مسلمين تا يسكرين ما مسلمة النبي نما شاكتي كلين ما راب بني حنيفة أيا أدوغو لأسو هلية كلين ما waxay ka baqayaan hadii xataa aan laga hortegin inay sidoo kale u soo socdaan cabta ay mariyaan meesha uu yimaado madiina munawwar baqdintaas ma xidirtay qamar siddiq radhiyallahu anhu alayhi musaylama al-kadhab bi jaysh yaqud ikrama ibn abi jahl abu bakr wuxuu dareeciinan oo hoggaaminayo ikrama wa ikrama in kunta la ta'lam qofka qaaliga oo guulay kaatibka hadaan ikrama oo qoonin فارس هيجاء ونن ديالك مركا لقول فرد فورك كفي عن وبطل معانع هدالا هربو قونن ونن ما لها خطرت اشكو جباحة وابن حروب ونن ديال مويانة وحكى لها مسو التقنينو غبا لو آن يو اللي ردقال باب معناها وبقود الشر ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديدا أنجادا معودة سيوفهم على النصر. إذا كملت أبان دولة وغيبه إكرمة أيا وحا الهاس كيني ركا يوم هلياء وان كان لين إكرمة ويو صناديدا وقيسيالة إسلام كان أنجازا وانواقسن سيفوض قرق أسرا يكون ولا راعي يعني معنى أبو بكر روح ولا دبك يعني انت عينا وديارين كرم والدياري. لكن مسيلمة نكبه نكبة أطار ثواب المسلمين لكن مسيلمة إذا كان مسلمين تأواء كوي بالبحر العلس وكل رفتي ورنتي مسلمين ترنتي أي هلكا أركض كعضات وأثارت غضب خليفتهم أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر نمركو مقلي إذا كان أدرتي أورجي يعني رنتي لبانت أها أدرتي بابا بالباحية أي كل على والله قد كان التاسو آد بالمكة وعريسي أبو بكر فطير رسول من عندي ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة مركي وقع الدري أرقو الدري وحويري إينا كان مسلمين تقع عقرمه قامين إيه هكا لقو جبيه يعني دي بقصوا الرجال علينا المدينة النواها ليش؟ حتى لا يفوت في عبد المسلمين محايرة تروحي كنسة إن مسلمين تمركا هكا أي ونقول جبكو كوي مالهم حايرة سيكولوجيون بقى لو جبي دي اللي يعني عينك ولا سد وصلاتين خلاص كو انا مكه واحد بالله اني صوب احصلان صوب دوا دكتنا وامر بالبقاء حيث هل كنا كصوب دوا قلبي ثم كتب اليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عددي وعدتي ويقول له كد من ابو بكر مكه لما بعد بودري كرم وكو دهن عكرمه اولي هي ورنتي وكو ايدين اولي واد دكتي اظن اذن ديال جروبين وعدد يعدد بأن يكون رمين بالضيال كمكي بقشي صغل بلو رعي هذا ويقول له لا أرينك ولا ترني إما أركي كاتب كما أركي ولا ترجعن إلى المدينة مدينة نبلغها صادقين نوصل الله بهم وهذا سؤال لعبة فتوهن عزائم المسلمين مسلمين تدهنج بنيسا وتفض في عضضهم هل كان يقضوا جنب عيسى أوردوا ذيني كذا من طالة تائم من مسلمين مركا هل كان هذا الذي استبدأ مركا أبو بكر وحابة وقال طنحينا كل الجميع سولابة كل أكثر من حال سولابة كل الوطاء معركتي حبر نفسية وإني لأن خلاص ذاتي ما أنت لبيه لبعد الله إياك الدفاع لنا هدي ولا سوى الجميع
كوي كرانا مركا حاجه يا مركا اني سي كبران مركا كسو دوقاتان مركا ايمان مركا ابو بكر يقول هل كينا كسو دوقاتان هزت هزيمه عكرمه ضمائر المسلمين هزا كنت تبكي كوي مدعيرا كي عكرمه وقاميه بندولها كاها وحاي انتي اهل ابن دبيسي ومسلمين ترونتي بالجلاشي كوكان ترون حتى ضمائرته الغصب اوليت وفتحت عيونهم اكثر من ذي قبل على الخطر الداهم مركي عندها اوفرتيو وحب الله بان ان اي اضل صامي الى الان وحب ان كسو فود له او خط بها او مشكله او مصيبه بكوي من بطن هديه ماشي يوسر ريس مانتا هاي علم يوسر ريس اول دبنا وهدي مانتا صار وصل درسلي وحصل صار كدر انت وهب الخليفه مركي مركي كان ابو بكر رضي الله عنه سيمين التيري اللي حنكا يكجت وتنودي الدروري الخليفة أبو بكر لاستنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحيق مركا مركو هاي وحايبا هيدو هكا كان زكاد هذا قصوى بيه لكن هذا وحي تكتي بل الإسلام كيو دم بلو يا مطة لما ريني هل كي ربتا وهايدو إيمان كو قصوى بدامو وقصوى بحي ونور كي المدينة منورة يا الله يعني مركا اللفوه دينو بالبالان إيبا كيف كريم مركا كان محايا المسه لنين دينك مسلمة الكذاب يعينك قوته وعينك يوحوك بدنا أو أود بدنا وقنا ترد بدنا أنت تاريخ لايف فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين أو بكر مرت يوحو بالعرب إن عينك ومال وكرر وديبلويمنت وقصم بير وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبو دفع الزكاة مدنة وكادية وحولة وقبتي مكونة دقين وليها الدين إذا كذا مركي ودقاكم القادم صوتنا وحقي هاي وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده. أنت أنا روح عيدين وطوار وشيشتو. عيدا أنت أوبل وقرصان كاريون وقرصان. مركب روح عيد مرحلة تكتيكية من التري أهان. أمو دقدقة ما أمو ربين أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وأنا رضا مركب أوكاد أنت أوكادي. أنت يا رئيسان تقول ماها أمو بقاي أدبو كرت لكن حي كتا هاي تكتيكة إنو دقدة من مركب وهسي جايات وحالله أطلق لك إنو قرار قاطو. إنو قرار قاطو عيدا كرمكا وضد نبوء أبابله وهسجايا بالقلب والوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله إذا ما كان جيش كانوا دياريو طاقة وأود بلن هي أي معركة قول سوهم كت مكة وهي كأحد مكة ري أرينجمنت حين كنا تبلون من قسم ماشي كك حال كدنا ضد نبوء أبابله أو معركة أبابله ونسمى مكة وبكة كون الصديق وجيش من فيالق ثلاثة سدح ريموت هو وين أعيدا بالديارين أولها تنكواد في فيلق المهاجرين وهرمت المهاجرين تو الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله ما كابدوا تدك الإسلام كان يوضد إلهي يرسول كالدفاع يسوصى بالطالب وعانوا من أجل الدعوة ما عانوا وحد أغيرك أدبا موكسوا قال الدعوة أن دستيلا قال الله ركدي هرم قاب كيف أتاقن وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبنة اللبن هو كوي طبعا الإسلام كان بسي وصرت الإسلام ك قولي عن إسلام ك إسلام ك طبعا وريتوريكلي أي واحد يقول لسان ما عرقتي سيدا صوك بلوكيتي بلوكيتي مجاجو دجو بقول لسان ومزجوا ترابها بالعرق والدموع وضدك إسلام ك كان إيو دين تتن رنتي دي قولي دي قولي بجنيني مكعينا كاو يرعينا كمهاجرين تا هلك هيس تاجن بوهوري مال تاجي وثانيها هورين تلبا فيلق الأنصار الأبرار الذين نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله فشهد لهم الحروب وحكد يجد مكة أنصار تا ودت في النبي صلى الله عليه وسلم سور دوي ودت في النبي كرب سي ودت في النبي صلى الله عليه وسلم ودب أنكعلي دت في لصف في مركو دجال وقلي إنتي دجال النبي وقالنا جوب جوجا ها يعني وكده يورين كي يتاجن وثالثها هورين تسدحات فيلق أبناء البوادي أصحاب القوة والبأس والند وحلو بيجي ميجا نقصه قروني أو لكن ضد حرب ضده يدجال كله يقان الدجال من كار يعني ماكو والله بقرة مهاجرين هل كانوا يتاجن هورين وين هل كان نوح يتاجن أنصار هورينا يميت كلو سدحات ويدسكو ضفة لكن وأبناء البوادي ميجا نقصه قروني ثم جعل في الجيش جمهرة من القراء حملة كتاب الله أبو بكر وحوله ما كان عارف وكلها دنا لحد جايين كي أو كل ضريب رد قراء أو كتاب في إله حفظ السن وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا رنتي الجريب بدنا ويكهن سئاد ورنتي
معرتك عن أليك دي أبو بكر نمك قرار إنه سيد ده ما أقول لها مرة بابا نصار مرتك كلمات إشارة خط بابا نوصل مرتك نركو عمر لها قد استحر القتل بأهل اليمامة وهدي ضد كسيد الله الله حملت في كتاب الله جل وعلا ضد كنا اللي أنا مركز ضد كحتاج الرعي كذب ثم ضمهم ثم ضم إليهم البدريين على الرغم من أنه كان يقول عنهم حتى ولوا الراعيين لمك البدريين تاحا فدوتين ضدكي بدر كقيب قال ضد حيان سجارة أم كعابا قال إلى شنري ضد حيان مال بكر الجوغة أو بكر أولي الآية الأخرى لك وأن أقولان جرين إني بدرية أو دقاقة مالك أبو الراعيين الحدود يجري مركب لا أستعمل هذه النخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب قرضا قال كاي بدريين تاحا بيال ما أذيك سنة وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال وحن لكن ربع إن أرابته وأما أردت مال أردكته لصالح الأعمال دقي إني كنت ضيضانه إلا ما ضب ما أردت ما شاء أختك الجوري وبدر صوتك على مي مركة سجارة أي رجع بركة مركة اللي هو أكيد فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر وحواليها ربي وليها وجود كوده إن إلهي نبقى ربضاً إن بلاد بضاً لأنه وصل سعوته أنه يقع اليوم تا أرنتي بكوان أحسن إنك بضاً أنت يقول له كيل لهي يعني هل كي إنت تقعون من هاي نصر نو كيل لهي كوان أحسن إن إنه جوغانو وهل كاي الجوغتان كل إلهي سبحانه وتعالى نقول إلى لي وما ده الصالحين ده الصالحين أرنتي سجارة النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر إلهي إنتو إن مطالعين وإن أقايد إذن أقالي وحاب دونتان سمية فإن الله قد غفر لكم إلى هدن مجنون دافر لي مركضتك السجارة ثم عقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد نوري مركز عيدا كاس طبعا قيبت سنتا كاء ويحو دنبا يسكو معرتي غوص إيمان يسلو حلو ديبي خالد نوري بحالي أداه وقامي لكن دتك على كالصاري وأنا ما إيمان دونتا صوت الله كالصاري التقى الجمعان على أرض اليمامة وصف مسيلمة الجنود بعقربة وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال وحال الودي عيدا مكة ساسي إساك صهر بحن نورك هي اليمامة اللي قلت لك يا مسيلمة الكذاب ويسمي عيدا ك عيدا كي سنمال عقربة يود الجي ويسكدب المري مكة دوركي وحكب دنبي عيادكي وحكب دنبي حوالي ودقى إلى حياة هل كابو مكة نكتي وحلوي كمالي محسن وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه خالدنا كب مال كباقا عيدا كي مسلم كذاب عينا كي دجين وقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسي لبدا عيدا المكة ساسا كوكا لتو ساريو وحمرك الدورة أمكليه آخر لحظة وصفارة الإندار إنا يدعضوه كد من اللي يسكو صدده وكان كل من الفريقين يرى عينا اليقين أن هذه المعركة إنما هي معركة فناء أو بقاء. لورا إذا بقى وحكبت أنا أم نقضي إن دجال كان أم نقضي مثل وكالبيح لها وبرو بي الله وكالبيح لها أما إن لو ظل لإضه أما إن قال أي صهر تؤى البقاء للأصل حماش اعتماد. وقف شرحبيل ابن مسلمة الكذاب شرحبيل من بير هذا مسلمة ونالي بأنتو يستعي بحب لا يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومي طبعا ضدكم مركع عينك وحبها هي موتيفيشن المركب الذي يرد ليه ولو ترتسي هوشا ان انا يديك ويا واقعا وحب الله مركع انه جيد يحط ضدي هي مشاعر النخوة انه كوكعي ويرى المرء ادينا الى الشر وعصبيه وكوكعي وقبلين يباشي ايد وكعيه ويرى بني حاتم يعني فاتي ما تقول انا بين انتبيان تاريخ لان مجيوم وبقيا يعلم هذا ليس حكم يا بني حنيفة ان هذا اليوم يوم الغيرة والحمية ما أنت وما أنتي رنتي حمية الإله لها إن إن هزمتم هدي لني جميل فسترون النساء اللواتي احتمين بكم سبيات أو سبيات والأركيسان هوانك إنك كاشانك إيجا باسي إنك بكت قوة صلى تحابتي أو لقفا شوك عن أولي الأركي دون هدي لني جميل ما شاكا بقابتنا فامنعوا نساءكم أطالكم وحكى الله من كرر المكة ما لهنا إلى شرق هوانك ندمرك إن إلى شرق يرى كاريوك هذا شيء إلى سيد وقاتلوا عن حسابكم وأنسابكم نسبكين شرفتين هكا كسو جيدنا إلى الشر وشدوا على عدوكم عدوكين أنت أشكو حمارك أنت أشكو حمار فما كاد ينهي كلامه أنتو خضر أوسي ولي أنت أنا كاد يعمل كلمة دي ولي أوسي وطو حتى انصب بنو قومي على صفوف المسلمين انصباب الصخور
دكتي سامركا ولدي جيشي مسلم كذاب مركي ويركب بالعرب تيجا سودود وتدفقوا عليهم تدفق السيل مركا سيل ضعتي وصف من فانثنى صف المسلمين هزيما مسلمين تولى جديد دبر الكرتان وأزيل خالد الوليد عند أستاذي خالد الوليد هل في روبتا واحد خيمتي سنة واتي ماشي إلى رمب لقطة المريض وقع زوجته أم تميمة في قبضتهم هولي لي خالد إن وليد نكعنت على قدر فهموا بقتلها وحيرا لك إلا ديلو لولا أن أجارها رجل منهم إلى سوح وكبحي نيني يكمد نيكي با إلى سبحانه وتعالى كبحي وإبت بادو فسلم ولا سوال دائم تلقى خالد السلمة رابطة الجأش ثابتة الجنان الجنان خالد مركز البحيان الروس يكون عظيم وإسكت داي إن ما عرقت عينك اللي جميل كلية مع إن لو سوى دعب دعانيك عينك وقامني رنتي إلى مضربة قاضية وأن سهلني وهلكي اتاقنا لو قيمة تي رنتي طبعا مركز يكون تمد أرقع فربضا ما موجين وإسكت داي إنتو حكمين كان إنس حكمي جكسي يدقاب موجود ذلك لأنه لم يخامره شك في نصر الله وأمده محال الشك وقام الجير الإلهي وهلندون وأمد ولا نصه قنوط بتأييده إلهي سبحانه وتعالى إنه قال في إستاج دوننا ولي كمقوس ففكر واستشار بدم مكة أرقي بدم أي مكة ولاطي ولب الله بإنه ذاتك ولا الشهور لا تشطى فهداه التفكير والمشورة فكر كيسي لا تشي ذاتك ولا تشتي وحكسوا البحر أن سبب الهزيمة إنما هو تواكل فيالق المسلمين الثلاثة بعضها على بعض هل كجبك مسلمين تكلي من أين تاي إسكو هل أنت كتيم عيدا مالا هرمت رمضا سدح لا عيدا كان بريعة الجلية أي قلبة قلبة كلا أو شيء مركب هل يسوي تري ترى إنك جبك المهاجرين فتح يكون في قن أنصار أنصارنا مهاجرين لبدو دنا لمن كي معرفة بدو جاء تامر كوا حكي أنت مركب هنا استيقان أرجع حكي من إن لا استيقتو طبعاً هذه استيقاشة اهتمامنا طبعاً عيداً كي مركب مركب قاطئ ترى بغير كان كان سمركب كهرية المهم مركب سلاعي على كده واتا مركب طلعت القاضي حير مركب فصحف الجيش أفقو فرط مركب خالي امتازوا أيها الدن قال الصوع مبني قال اسكو الدرب المنطقة دي امتازوا ليعلم بلاء كل فريق منكم وليعرف المسلمين من أين أتوا إن هل أقام بالقرار والضبع وحقيقة لا يسمى أنت أرمائنا بأغانا بأس جيدي حرب الديدة هدي جب المسلمين تكوي مالنا إلا قران كرو عدة صوابتا وهي جبك إلا كوي مالا هل كان لما قريبا أنا قران مالك ما يقول فيه هل كان محا المساجين إنا نعم كي مهاجرين تأبنكو تنجين لك صواب قرو مالي كان جبك إيه صوابه هل كان محا تاين هرينتي أنصارتا هدي إيه إلا صوام مرانا مسلمين تأبنكو دا لقين حقا وحا تاين مالكي البدونا هدي بنكو دا لما صواب جبك قاسو كيم انت مركو سمي كدب و دبدن با كارتني عيدنك و دبدن با يسوشان دي و ترتيبي ففجر صيحة خالد ابن الوليد حمية المسلمين لدين الله رنتي دوقا كي من إقيلة دانتا كيتي من خالد مني وحي كانت إن عيدنك دبدن با حميني سعوك عيو و أججد أشواق إلى الاستشهاد في سبيل الله وعيقرا كانت إن عيدتك مركي بوهن قلتاغان إنه ضد إلهي هلكا يكون شهيدا ورفعت عن عيونهم الحجب مركي هرى عندها فقا ويكذب الله إن إلهي سبحانه وتعالى إنه فرع فرأوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء وحرى أم مقضي الباب هذا جنة أو بلقا أو إيض مركا الديارة إن يسود هو يسددك شهداء عند ذلك مركا مركي هلكا مريسو برز في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وعظم مالك أو حصان مغضي بطولات أوردي تاريخ أن يقول هذا كار وظهر في جند الله رجولات لم تكن إسفاره أعز منها ولا أكرم وحيلها كسر لح داهري رج قطب أن وقر أي وحيلها ما كان كجوب سما كشر الطلن وكان في طريقة هؤلاء الأبطال حتى مصر أن مركز حبيب وحمرك أجهر يقول الراس بطل قصتنا هذه نيك هذا أم كشة كان إنه بسليسة إمل يسوي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن فعلبة الأنصاري لكن كن يلي سمح الله مرع المكنة بأبي عقيل الأنيقي مرجع الله هذا محا هذا كوب الله وأنا أبو عقيل
الأنيقي، لكن ما يسموه عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري، لكن وحا كن يبي سؤال هاي أبو عقيل العنيقي مالي كان بمكة صبح. فلنستمع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو الذي سيروي لنا قصته الرائعة. هذا بقى نقرا عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وما بقى ورمي نيكا كان قصلا مالكا إيهو شمركا وقبتين. قال عبد الله بن عمر ربي لما اصطفى المسلمون للنزال يوم اليمامة، مسلمين تمركي أي أسو صف قلب والريقان أي قفصلة يعني بقال كي كبقال حكا يمامة، كان أبو عقيل العنيقي يبلي كالمرجلي وكالكريم مالك عسل لين الدفق لصاري أوكال حميطة هاي سئيو سلو قبري ويتوثب كالليت سيد النباع حقوق بودين. فما أن نشب القتال حتى جعل نحره دون نحور المسلمين، ما كنت قال كساء باللوضي بوحو باللابة من المسلمين تقول نقول درع واقعة وحي مكة قبادة كبلتان، وأقام صدره دون صدور المسلمين تيري ما تعرائي إلى لهم، فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. بقولنا أنك أقول ري أنك أقول ري أعينك مسلمين تمالك طلار هذه سائق بعض. لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل العنيقي واستقر بين كفيه دون أن يمس فؤاده. مركي فلاطة لصوته ري با لابتي فلاطة كجمع عليه كدبنا ويسير دستوي وحي آده قربه كجشي، لكن إلهي أمكي قلبي يقضنها ما ينأبارين فلاطي ولو مسوا لما تسلي ساعتي هدي، لكن فلاطة وحي سعتبا أي وضنها كجب ديب ملاهي هل كاسو مركونا فويلها. فمد يده إلى السهم وانتزع من بين كتفيه مركبة فلاطي لتساء وقالوا ساو رجي إسكسار ووثب يقاتل مركز دوك هل كاسيود حتى أوهنا الجرح شقة والأيسر، لكن دنين داوعها داوع عفوك أنا مركب إنه تمر لقى ومركب شعون وايد. ثم لبث أن خالت قواه وودي وكتكتين وسقط في مكان مقبل غير مدبر يسوع أن سؤال دبر جيرين، لكن هرقوش يسعوه هل كان سوكو دعي وبيه مرك عبد الله بن عمر. فاحتملناه إلى رحله وجعلناه فيه هل كي عينك ربكي ساندي وعلمي وكان غير بعيد عنا ما لقفك نما ينهي هل كان سامو دقنك. فلما حمي وطيس المعركة وتضعضع المسلمون مرك الدياك يسيكل الله مسلمين تنا أي ضعيفين تضعضع أي ضعفوا ضعف أقيم، سمع أبو عقيل هم مقلة أبو عقيل هم مقلة البراء بن مالك الأنساني ينادي سحابي البراء وقيل أمين ولا أين أنتم يا معشر الأنصار أو عينك أنصار قرنت أنصار أو أين أنتم أنا البراء بن مالك الأنصاري إلى سجى أنصاري هلموا إلى يا معشر المسلمين أو يا معشر الأنصار لكن قالوا أبو عيون قال ذي ذي لو كبقى البراء بن عازم الأنصاري أبلاء بن مالك عنده كبقى إلا إذا جبك وكيم لنك أنصار بكيم مرك حتى لا يؤتى الجيش من قبلهم بوحوليها يا أنصاري ما تسكوي مال. ثم رأى معن بن عدين الأنصار يكسر غمد أو غمد سيفه ويثبت إلى المقدمة ويعلو نشزا من الأرض وصيح مركزو باركي معن ابن عدين الأنصاري منك صحابية وصحابي طبعا تاريخ سؤال بحي عن قطع مالك سقيفة وكم دها بكي وحجو وكم دها طبعا وخالد مليد بأقدر الحروب اليمامة سر وطا أيضا رب والكارية ومركة فردولية مكانين كان تاريخ ساسئة المهم سيفتي والله صبحي وهنا تجي ماشي أبوه رجو تجي ما لي رأس الرئيسة أو أنتو كدو الإستاري ومركة اسنا بالله بقيل الآن تقول الله الله يا معشر المسلمين وإلهي كبق الكرة الكرة على عدوكم وكل رجال عليه يا من نصر رسول الله ذلك الشارع النبي هو قرقاري باتيني منه وذلك رسولك هذا كان هو قرقاري نقاق. قال عبد الله بن عمر وقصد إنه وضع فنظرت إلى أبي عقيل منكي أن كوغا أبو عقيل ونوعا وأن كرسوة ابن روتي سيئيا ما شاء الله بحناني أيان ساو من الأسد فرأيته ينهض واقف وهو منك يتوصي يشربون فدنوت منه مكاسا بشو كواد وقلت حاله ما تريد يا عم أذهب وحكي وسعتها هذا ما حصلته. فقال إلى أما سمعت البراء بن مالك ومعن بن عدي يناديان ومواضع المقل البراء يمعن إني أفكى فرتان ويناديان وأني إني إيه ريان إلا يمع شر أنسان الهديني.
فقلت ما كان سماحا لي، انهما لم مناديات هذيك الغنو يا ريت، ولم يسمي احدا بعين قفنا ما يجمعك عند مين هذيك هبلوا اتكو تيري مكرا مرا، ثم انما لا يعني ان الجرحى هذي حتى سيئي تاهير كده هذي ولما ينجي نضطا وعائنا الى هذا ماشي اني كصبح يا اخوان هلا ماشي اسكدوا. فقال انما يناديان الانصار، انصار صلى الله عليه وسلم وانا واحد منهم يا خبر الانصار صبحين بعد يومنا سالبا، وان عليا وان علي ان اجيبهم ولو حبا، وحنا واجب هو ان بقيسته ولو انسقه وما عرفت انا حتى ما عرفت سيد طه وقت يجيبها انا وقصه على وانا هذا. ثم تحزن مركز سوبان قاتل اخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي مركز ان جعنت بيدي واتينا وعين سيفت العقوقات جعنتي مليكي سرولة يا للانصار كرة ككرة حنين، يا للانصار كرة ككرة حنين. انصاري سيدي مالكي يوم حنين ما كان عدي والضربات انت اللي كده هنيمي واللي كو وابيه وعد كلا يعدان ذات يقول رينا بقصور دينك أهلين تيو كلامان تموجيه صلات دي صلات. فاجتمع الأنصار وتراسوا دب دم بقصور رجال عليه مكاسي كريغو دي قرصة دا مصف كبال كبال. وتقدم المسلمين وتفانوا مسلمين تيجا وكهرين يجا نفت وظهري حتى أقحم مسيلمة ومع حديقة الموت وأتي مركي حديقة دي ممكن بعد حديقة الموت أنكسر شاكين وأتني أقول كلام مسيلمة كذاب يعينك ماشي كجير. وحليه فاقتربنا بهم نحن معشر المهاجرين وآزل سيوفنا سيوفهم إن نجر وحليه إن عبد الله بن عمر المهاجر إن نجر هذا المهاجرين عيدا كان وحليه كل فمل عيدا كأنصار ومركة هرشات في نور مقضي أي مركة قد صلنا بيه مركة سافهين وإشعوجيين ثم لا أحد مني التفاتة كدبان وحليه ما بان بالأسد بيه. فإذا أبو عقيل عند باب الحديقة عند باب حديقة الموت بابتي لما بعد حديقة الموت وهكي يكسي وقعد بعد عام ومرك عينك مسلمة اللي يقول هاي وحنا نكو أبابك تاجا لكن وحنا أكبر وقد قطع يده من المنكب يده وقعنته رف لقسي لك هلك قرب لقصب بالله ووقعد عرض على الأرض قعنته نقول كتار وبه من الجراح داوع فويا نوح قاريا 14 جرحا أفر إيطوان وحا يسوق تقداوع كلها مويت مد والبنى تتخلصي يعني مع من لو نور هذا معه. فوقفت عليه وهو صريع باخر رمه ما كان سندون استاغي يسوى ماشي ودا بيسمر ونفضح حي وقلت ما كان ابا عقيم فقال بلسان ملتات او ملتات عند عرب علس انا قلت مرق ونفضح حي وعرفته كلمه دي كان صعب حكرته عرب علس بيقول جواب يقول لبيك عجيبه لمن الهزيم يا للجميل انت صايم ضارب قل لي لمن الهزيم يا للجميع. فقلت ابشر بشعري سانكو يرمي عقيو فقد قلت لعدو الله وعدو رسوله منك مسيلماها وإلهي إذا سكي عدو بيسأها ولا دلي. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ما كسفت سجعات تقول تاج سو إله أمها النقية ويثني عليه إلهنا أماني. ثم لفظ آخر أنفاسه مكي مدى بيسبع هيدا ونقبح مكي قال عبد الله بن عمر بالليل بس يسأل عن نوضيه. فلما عدت الى المدينه مكان مدينه دي غلطي اخبرت الفاروق بخبر ابي عقيل كلي ديك ابو عقيل خبر في صدام ابو الرمي مالك رنتي كوشا وسوي يتقال كسو وقالي داوي ما ورا ما راح يشي كل دوني بحال المدة عبد الله بن عمر معركه انت سعت انه كاميرا ما كاها او شفتو ما انت المره بقول راعي ابو عقيل كريم وما صوره يسوق تقال كنا كجلو ومهاجريا oo ma aragtay uu kamid horantii ah la rabay inuu dagaalku u galo iyada hawsha isugaysa hadana si gaar ah u dhawray waxaana muujinaysaa tacaawunka ka dhaxeeyay fayaanka halka la qeybiyo nin rool loo diba laakiin maadaama hadafka guud ee la wada dhaqaaqay ee la wada shaqeynay uu yahay in Ilaahay la raadi geliyo macrakadan guul laga soo hoyo markuu leeyahay annaga oo kulug darsana markuu leeyahay wa azara sufu suyufuna suyufahum suyuftin wish rudi markaa uu macnaheed ليس لما عدت الى المدينه والمكان في قلاطي وعمر اور رمي فدمعت عيناه وقال انتو اني ما يبروحي رحم الله ابا عقيل رحمه واسعه اللهم حريص. فانه ما زال هذا الكهدر كتب الله مركز يمنك فانه ما زال يسال الله الشهاده ويلح في طلبها ان بضم الهي ويستجبر شهادته وولي سي الحاح كجرته او سوء العلم وان كجرته حتى نالها ما تنوى قارب
إلا وكقال ولقد كان ما علمت من أخباري من أخيار أصحاب نبينا محمد وصفه وصفوة أتباعه أنت أنا وحكم من أردتك سيدة قارك أحوالك هو أما يكون جرى أردتك كم مغموضة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقيم مالك أسبع إليه سبحانه وتعالى وفجين قسيس ونركابك وأكد وإلى هنا وبالله التوفيق.